السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة، جمعة مباركة علينا وعليكم. هنتكلم النهاردة عن موضوع عبد الله الشريف والرد على أكاذيب وافتراءات عبد الله الشريف، ده من وجهة نظر الجماعة اللي هم التساوية. طبعا شفنا أول الحلقة بتاعت الأسبوع اللي فات يوم الخميس، طبعا الفنكوش الأولين رقم واحد، الدنيا هاجت وماجت وكلهم طلعوا وانتوا كدابين وانتوا مش عارفة ايه وانتوا قاعدوا يكدبوا في الراجل، وكل الكلام ده فيك وكل الكلام ده ملوش لازمة. فطبعا بقى نهيك بقى ان هو خاين وعميل ومش يعني، قول بقى زي ما انت عايز تقول. طب خلاص خلينا نتفق معاك، هو الراجل ده راجل خاين وعميل وباع بلده والحاجات دي كلها متفبركة وكدب في كدب ومش اي حاجة منها صح، وعمل لكم تاني موضوع اللاهون برضو اكيد متفبرك كل الكلام اللي انتوا بتقولوا عليه ده. بس هو في طريقة واحدة بس تقدروا تردوا بيها على الاكاذيب دي والاشاعات دي، الا وهي ايه؟ مش بقى موضوع البث المباشر، مش هقول مثلا ايه للدي ام سي تنزل وتاخد فريق اعداد وبتاع. المواقف اللي زي كده انت بتعمل فيها ايه على طول؟ بنشوف احمد موسى مثلا لما بيجي العالمين مثلا او افتتاح اي حاجه، بتلاقي احمد موسى رايح بكاميراته بمعداته بدنيا يقعد يقضي هناك 3 ايام صبح وليل عمال يصور، وهو خارج وهو جاي مش عارف في مؤتمر المناخ، يسيب القاهره ويقوم رايح حب على شرم الشيخ ويقعد يصور الدخله والخارجه والاستراحات. هو كده، هما بيعملوا كده. بلاش يا عم المذيعين دول، يمكن عشان خاطر ايه؟ عشان ما يحرجوش نفسهم. الشباب اللي هم البرابر الصغيرين بتوع المواقع الالكترونيه الجميله اللي تلاقيه يقول لك ايه، النهارده معانا بس مباشر مع فرعون مثلا مصر، النهارده معانا مش عارف مع شاروخان مصر، النهارده معانا لايف مع الدبابه البشريه اللي عضلاته ودراعه اكبر من وسط الرقاق كده. يعني الناس دي بتعمل لايفات يا جماعه على اي حاجه، على اي حاجه تافهه في البلد. كان اولى بيهم يا جماعه الجرايد او الصحف الالكترونيه اللي موجوده كتير قوي، اللي طالقين رجالتهم والمفروض ان هم صحفيين يعني، وبيطلعوا كل يوم لايفات من كل حته في مصر وفي اي حته وفي اي مكان. المهم يطلعوا الناس يجيبوا الناس تطبل للسيسي او يجيبوا مواضيع تافهه تلهي الناس. كان اولى تاخدوا الناس دي توجهوهم كده يا جماعه، كل واحد مراسل بكاميرا، بلاش كاميرا، تليفون يا معلم، ويروح يعمل لك بس من المكان ده، بس يعني يعمل لك بس والموضوع يخلص. انما ايه بقى انت عمال تقول لي هو الراجل يا سيدي مش بيقول لك البيان احنا من الدعوه، الراجل جاب لك فيديو قال لك اهو انتوا حراميه، المفروض ان تعملوا بقى ايه؟ تقوم رايح جايب له بقى مش فيديو واحد، تجيب له 100 فيديو تحطهم في عينيه، ما تقدروش تعملوا كده. وطبعا في معلومات قالها امبارح برضو في الفيديو عبد الله الشريف، قال ان بالفعل هم دلوقتي بيتجهزوا كام صوبه كده عشان يبداوا يصوروا فيهم، لان هم يعني طبعا ما لحقوش يتفاجئوا بالموضوع. الموضوع راح طبعا تاني للاهون، بس واضح كده من خلال التسريبات بتاعت عبد الله الشريف الحقيقه ان واضح كده ان موضوع الصوب ده بيكسب قوي كده، يعني السرقه في موضوع الصوب ده يا جماعه بتكسب قوي كده. يعني الموضوع حلو يستدعي ان انتوا تفرشوا مصر كلها صوب، ما احنا مصر طبعا اكتر من 95% من مساحتنا اصلا صحراء، ففرصه السرقه فيها تبقى حلوه قوي. والله مشروع كويس، بما ان هو شكله كده بالسرقه فيه حلو وبيكسب كويس، فمساء الفل يعني. بس يا جماعه فانتوا عايزين تردوا على الافتراءات والاكاذيب دي، خدوا بعضكم يلا كده زي الرجاله واطلقوا الذباب الالكتروني بتاعكم، والرجاله اللي انتوا بتقولوا عليهم اعلاميين وصحفيين يروحوا يا معلم يطلعوا لايفات من هناك، ومساء الفل. بس ده كل الحدوته، سلام.